اتكلم دكتور طاهر من كام يوم، فناقشنا يعني انا عايز اعمل جدول اعمال يعني المحاضرات اللي احنا ناويين نناقشها لغايه نهايه 2021. جميل. عشان الناس تبقى عارفه المحاضره الجايه ايه، شهور قبلها واسابيع قبلها. اتفقنا انه استكمالا يعني او يعني اخترنا موضوع الكومبلكس ليم انجرز بعد محاضره اخويا الاستاذ الدكتور هشام مصطفى استاذ جراحه الاوعيه الدمويه، قلت على هذا يبقى مكمل لبعضه يعني. تمام. هي محاضرة يعني طبعا ترشيح ناجح جدا من حضرتك يعني، ومحاضرة أظن يعني عملت صدى واسع يعني. وانا من امالي ان دكتور هشام مصطفى مشكورا يبقى معانا في كذا محاضره اخرى، ويرضى إن شاء الله. يكرمنا بعلمه. هو راجل معلم جيد جدا جدا يعني. وقصه مع اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده تبقى انترمينجلد في الاسبوعين بير مانث اللي انا هبقى مسؤول عنهم لغايه نهايه 2021. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور صفوة. أهلا وسهلا. يا أنا ممدوح راغب من الفيوم. أهلا. نقيب أطباء الفيوم. يا باشا إحنا بنتشرف بيك وبنتشرف بيكم جميعا، وبنتشرف بجميع الأساتذة اللي بيعلمونا، وبنزداد معرفة بيهم، وكتر خيركم وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. معالي النقيب ده أنا اللي متشرف إن حضرتك. الله يخليك يا معالي الباشا. الله يخليك يا معالي الباشا. الحقيقه انا كنت بنحاول نرتب مع طاهر ان احنا نيجي الفيوم وان داي ايفنت كامل. تشرف يا باشا، تشرف في اي وقت، وتحت امرك وتحت امرك، وان شاء الله هتبقى بدعوه رسميه ونشرف الفيوم كلها تشرف بيك. انا اللي اتشرف، واحنا عملنا ده قبل كده مع مستشفى التامين الصحي اللي في الفيوم، واحنا بنحبه جدا جدا. تحت امرك يا بيه، تحت امرك يا بيه. شكرا لكم. تحت امرك يا بيه. شكرا شكرا. بداية أنا عايز أقول إنه المشكلة اللي هتبقى ادريس توداي ليها اسم شهرة اسمه مانجلد ليم أو مانجلد اكستريميتي، يعني الرجل المفرومة أو المتهتكة تماما، واسمها الفيري ساينتفك كومبلكس ليم انجريز، لأنه الليم انجري الفرداني مختلفة في التعامل مع الكومبلكس ليم انجري. الكومبلكس ليم انجري means an injury to an extremity so severe that salvage is often questionable. Sometimes amputation is a possible outcome. هو انا دايما اقول ان في عمليات في الجراحة بقت مكروهة ومهجورة. بقت سيئة السمعة. لا والله يا دكتورة زهرة انا مش هقبل الترم ده، انا بكافحه وبحاربه. هو بقت مهجورة والناس بتتبرى منها ومش عايزة تعملها حتى لو indicated الامبيتيشنز والكولوستوم. الناس بتبقى عايزة الانستموزس واي تروما تو ذا كولون او كانسر كولون انه الانستموزس يبقى بيرفكت، والعيان واسرته بيبقوا عندهم طموح انه العيان يخرج من وقت العمليات في restoration of continuity وبيباس تولز من الريكتم، وده أنا متفهمه جدا جدا، وكل واحد يحب يبقى كده، ولأحكام الطهارة كمان عشان إحنا مسلمين. إنما الكولوستومي من ضمن الحاجات اللي لو ما إحناش شاطرين في عملها تكنيكالي ومش عارفين الانديكيشن ضروري والتوقيت الضروري لازم نصر على عمله، عاملة زي الامبيتيشن. لو إحنا قلنا لا 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 إحنا هنكونسيرف لمدى الحياة، you may lose not only the limb but they will lose the patient himself. ف sometimes النصر بيبقى باتخاذ قرار وتنفيذه of في التروما في الكومبلكس limb injury of ما نسميه primary amputation. يعني primary amputation يعني amputation بعد الحادثة على طول. وطبعا أنا آسف إن أنا بأدرس مشكلة دي، أنا كنت بشوف بحزن في الدقائق الأخيرة حادثة القطر اللي عن سوهاج اللي فيها 32 قتيل وعدد غير محدود من الجرحى، وإحنا هنتكلم هو على complex limb injuries. طيب الcomplex limb injuries ليها definition هنوصل له.
بس من ضمنها المكونات اللي بنحكي عنها انها يوجوالي الانرجي بتبقى هاي انرجي فورس، يعني نادرا ما تبقى لو انرجي وتدينا كومبلكس لم انجري. ات نيدز ا هاي انرجي فورس، يعني فيري هاي فيلوسيتي ميسايل، فيري هاي فاير ارم انجري، فيري هاي انرجي فاير ارم انجري، موتور سايكل انجريز، موتور فيهيكل انجريز، كل ده بيدي ان اليمنت soft tissue disruption, soft tissue injury, degloved skins, and extensive comminuted fracture with or without vascular injuries. الحقيقة المانجد ليم سمعتها سيئة جدا جدا جدا. من 400 سنة قبل الميلاد هيبوكرات كان complex limb injury تساوي amputation. وإيفن بعد الامputation تساوي very high mortality rate يصل ل 70-80%. طبعا هنتكلم على 400 سنة قبل الميلاد، يعني 2400 سنة ما كانش فيه تخدير، ما كانش فيه antibiotics، ما كانش فيه نقل دم. فطبعا الكانديديت اللي كان عنده very serious limb injury تؤهله للامputation كان بيبقى فقط دم والسيكولي فيها infection وcontamination، والباتر من غير anesthesia كان even is a killer. السلسس قربنا بقى من الميلاد، the wound management with removal of foreign body and hemostasis كان ده الصيحة اللي بيكونسيرف فيها شوية، يعني conservative treatment بدأ مع بداية السنة الميلادية من 2000 سنة. بعد 1500 سنة أمبرويز باري بدأ يستابلش principles of amputation، يعني من 500 سنة وصف الستامب ريفيجنز ووصف الفانتوم بين. كمالة لهذا الفرنسويين ديسولت سنة 1970 سك زي ما يكون بنسك عملة دشن ترم ديبريدمان، احنا بنقوله بالانجليزي ديبريدمنت، اللي هو استئصال الأنسجة المتهانة جدا الديد الهيفلي كونتامينيتد. والديبرايدمنت طبعا نصيحة لزمايلنا انه الديبرايدمنت not necessarily في التروما انه يبقى very aggressive، بحيث انك تشيل، انت لازم تشيل الديرت والفورين بودي والديد ماسلز الريالي ديد والديد فاشيا والديد سكين، انما هيتبقى مناطق رمادي من الماسلز، مناطق رمادي من السكن، you may postpone قرار شيلها لسكند وثيرد ستيج اوف debridement. يعني debridement ممكن يتعمل على مراحل، مرحلة immediate ومرحلة بعد يوم يومين، مرحلة بعد 3-4 أيام، يكون الأنسجة voted for itself، قالت لك شلني أنا مش مكملة. instance of post-treatment osteomyelitis في compound fractures كان على الأقل الربع قبل التفكير كان 80%، مع الوند ديبرايدمنت بقى 25%. القفزات للأسف بتاعة الطب والجراحة والبشرية مع وجود الضحايا بتقفز مع الحروب. الحرب الكورية اللي كان كوريا كانت بلد واحدة وكوريا متصلة بالصين شمالاً، وأمريكا احتلت جزء الجنوبي وبدأوا يتقاتلوا مين يحتل مساحة أكتر. فالكلام ده كان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنتين ثلاثة، وكان حاكم الباسيفيك وحاكم اليابان وحاكم المنطقة دي جنرال ماكارثي، وكان بيصرف على أنه جيش احتلال، وحصل مورتاليتيز عالية جدا، كان ضحاياها أهل كوريا، وفي الآخر اتقسمت شمال وجنوب. في هذه الحرب كان ضحايا الليم إنجريز تلتينهم بينتهوا بأمبيوتيشن. في هذه الحرب بدأوا يجرأوا يعملوا أرتيري ريبير، فبقى الليم لوسز انخفض من تلتين إلى التمن 13%. دلوقتي المالتيبل كومبلكس ريكونستراكشن تكنيكس مع development of ATP and the microsurgery ادتنا نتائج أحسن كتير. عايزين بقى نتفق امتى نقول على لم انها complex limb injury وينطبق عليها اللي احنا بنقوله. احنا بنقسم ال tissues of the limb
إلى خمسة كاتيجوريز. أول كاتيجوري ولو إن بعضنا ممكن يستدفعها إنما هي مهمة جدا جدا جدا، الانفلوب الخارجي، الكفرج الخارجي بتاع الليم، الكيس اللي الليم جواه اللي هو السكين والفاشيا والمسلز، بنسميهم انتيجومنتس. ده سيستم. السيستم الثاني الارتريز لو انجرد، تندهشوا بقى انه الارتريز احنا ما بتحطش البلود فيسل انجري حاجه واحده، احنا بنقول الارتريز ده سيستم، الفينس انجري از انذر سيستم، النيرفز از ذا فورث سيستم، بونز اند جوينتس از ذا فيفث سيستم. لو اكتر من اثنين ار انجرد، يعني ثلاثة systems or more are affected، يبقى احنا بنتكلم على complex limb injury. يعني لو عندنا very severe soft tissue injury في lower limb ما بنعتبرهاش complex limb injury حتى لو دي gloved ومتمرمطة. لو عندنا serious arterial injury ما very serious متقطعة في كذا مكان وفيها segment loss ما بنعتبرهاش complex limb injury. مين ال complex limb injury؟ لو أكتر من اثنين systems، يعني ثلاثة systems or more are affected، putting in mind أن الـ vascular system are two systems، الـ arteries والـ veins. وللأسف التروما عادة التروما بتأذي الـ arteries والـ veins، لأن الـ vein committance والـ veins جنب الـ arteries. إنما إهانة الـ veins in a limb in a trauma patient بتدهور جدا الـ venous return، وتدهور جدا الارتيريال انبوت، وبتدهور البروجنوزس ان الليم دي تسرفايف. يبقى نقول تاني عندنا خمسه سيستمز، السوفت تيشوز اللي هو السكن والفاشيا والمسلز ده سيستم، ارتري سيستم، فينز سيستم، نيرف سيستم، خمس سيستم بونز اند جوينتس. الكلاسيك يعني دياجرام اللي احنا شايفينه على الشمال انه هاي فيلوسيتي بوليت او هاي فيلوسيتي فاير ار انجري تعدي تاخد الجلد والسوفت تيشو، ونحن نعلم انه الهاي فيلوسيتي انجري مش بس بتاذي المدخل والتراك والمخرج اذا خرجت الرصاصه، ده في السلو فيلوسيتي هو الاذيه بتبقى مدخل وتراك واذا خرجت، انما في الهاي فيلوسيتي فاير ار انجريز او شرابنل انجريز الهاي فيلوسيتي بتدي ديث في الزون اللي حوالين التراك، واما البوليت او الشرابنل او ايفن فراجمنتس اوف بون تتنطر بيحصل ساكشن ويف بنسميها ديكورتيكيشن ويف، فيبقى في مساحه دامج وديث اوسع من الانلت والتراك. على الشمال شايفين انه مش بس في سوفت تيشو انجري غالبا اوف بيج ماجنيتيود من الهاي فيلوسيتي بوليت دي، لا الفيمر انكسرت، الارتري انكسر والفين انكسر. يعني هنا عندنا في الصوره دي اربعه سيستمز ار انجرد، لان احنا مش شايفين في نيرف انجرد. اللي شايفينها على اليمين دي اذا تمبوراري شانت بتتعمل اون تيبل جوه اوضه العمليات تو ريستور الليم بيرفيوجن مؤقتا لغايه ما نشوف هنريبير ات اور نوت، لانه من أسوأ الفاكتورز اللي تنتهي بامبيتيشن وتقول لك امبيتيت يا ساعتها يا ليتر اون ذا لينث اوف ذا وورم اسكيميا تايم، هنوصل لها بعد شويه. يعني ايه؟ يعني لو الانجري من ساعه الاصابه ما تمت شامله وقت النقل، شاملة بنج العيان، شاملة فتحت، شاملة انت هتتعامل مع البون الاول ولا مع الفين ولا مع الارتري ولا مع السكن، كل ده الوقت اللي بيعدي والليم اسكيميك في جو وورم اللي هو الروم تمتشر بالذات في بلدنا اللي هي وورم كانتري، ده بيزود الارفيرسبل ديث للليم اللي بتنتهي الى ان الليم دي يوسس ولازم تتشال تبقى امبيتيتد. دي 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 examples of complex limb injuries فيها skin damage bone damage، والعيان ده كان عنده arterial injury. ال basic principles of complex limb injury فيها حاجات common مع اي injury. ال priorities في ال initial management
الادفانس تروما لايف سبورت برينسيبلز بالاولويات اللي احنا قلناها كتير قبل كده مش هنعيدها، ان احنا وي نيد تو ايفالويت البرفيوجن اوف ذا انجرد ليم، نشوف الليم دافيه ولا متلجه ولا اشن كولرد، يعني لون الغسق، لون الشمس لما تيجي السماء اما تتصبغ بلون معين كده قبيل الغروب. ده بيقول ان في كومبينيشن اوف arterial and venous impairment، الدم مش عارف يرجع، وبالتالي بقى في touch of ischemia على cyanosis due to the venous engorgement عشان venous turn injured. التيتانس بنفكر بعض، في حد من السينيور سألني من اسبوعين ثلاثة في احدى غرف طوارئ في عيان cross consultation، هو التيتانس بروفلاكسس بيتم ازاي؟ وانا الحمد لله في مصر بقالنا سنين طويله المصل الثلاثي دي بي تي التيتانس احد مكوناته، كل الاطفال بياخدوه في مواعيد معينه وما يقدروش ما ياخدوهوش. فبقى اكشولي اللي يتعطي از لو يا ما تديلوش حاجه خالص يا تدي له تيتانس توكسويد، مش مصل مضاد للتيتانس اللي كنا بنكتبه واحنا نواب في منتصف الاربعينات السبعينات، ميم ضاد ت مصل مضاد للتيتانوس عشان تبقى اخليت مسؤوليتك. This is nonsense. ما نديش ابدا انتي تانيك سيرم ابدا في بني ادم اوريدي ريسيفد المصل الثلاثي وهو طفل. لو حبيت تتزيد في عيان هيفلي كونتامينيتد بروث خيل برمله وطينه من الشارع، يو مي جيف بلازما انريتشد تيتانوس انتي بودي، انما لو عايز ادي تيتانوس توكسايد تو لتنشيط المناعه اللي هي تمت والعيل صغير بالمصل بالدي بي تي. هنعمل ايه تاني في الانيشال ريفيريشن؟ يو هاف تو ريموف جروس كونتامينيشن، التبن والديرت والطينه اللي على الوند، تراي تو ريديوس فراكشر and joint by even temporary splint, check distal neurovascular bundle before and after reduction of the fracture. We need to look for compartmental syndrome، يعني شوف الكاف تنس الكومبارتمنت تنس ولا لا، ان ده ممكن يخليك تقول احنا بسرعه نفكر في فاشيوتومي. بلين اكس راي فيلم in two views. كمالة المانجمنت الفاسكولار اسسمنت، عندنا هارد ساينز وسوفت ساينز. الهارد ساينز المؤلمه اللي بتقول ان ديفينتلي في فاسكولار انجري از بالساتايل بليدنج، يعني تبص تلاقي الوند بيطلع بليدنج بينبض اون اند اوف او بيزيد وينقص، يبقى ده بالساتايل بليدنج، ده از ا هارد ساين. رابيدلي اكسباندنج هيماتوما، يعني العين جه في طوارئ عنده هيماتوما مزرقه ريليتد تو ا ميجر فيسل، انت على ما عملت اجراءات الدخول وعملت له السيرفي لقيت حجمها كبر. كلاسيك ساينز اوف اوبفيوس ارتيريال اوكلوجن، انه البلسز ديستال مش موجوده، بلسلسنس، الادم او الديستال تيشوز بيل، انستاتيك او باراستاتيك، بارالايزد، بوكيلوثيرميا، يعني الليم واخده الهي التمبشر بتاعت الاوضه. لو انت في السويد في عز الشتاء هتلاقيها متلجه، لو انت في جده في عز اغسطس هتلاقيها واخده حراره 45 اللي هي حراره الغرفه. كمالة الفاسكولار اسسمنت، خلصنا الهارد ساينز دخلنا في السوفت ساينز. الهارد ساينز دي احنا بنحترمها جدا جدا. السوفت ساينز محتاج كتار منهم عشان تشك ان في ارتيريال انجري، انه المسعف او الاسره اللي جايبه لك المريض يقول لك ده نزف ساعه الاصابه من الوند كتير، انما هو دلوقتي مش بينزف. ما تلاقي هيماتوما ما بتكبرش، نون اكسباندنج. ما تلاقي بالس ديفيسيت وذاوت اسكيميا، يعني ما تلاقي بالس فوليوم في الرجل الافكتد موجود بس اقل من الرجل الناحيه الثانيه. نيورولوجيكال ديفيسيت اوريجينيتنج ان ا نيرف ادجيسنت تو ا نيمد ارتري، لو لقيت في نيرف بولسي جنب الانجري والنيرف ده كان ماشي جنب الارتري، غالبا التروما اللي تقطع نيرف هتشطر اكتر على الارتري والفين اللازقين فيه. Proximity of a penetrating wound او fracture fragment or dislocation near a named artery، دي السوفت ساينز اللي
بتحطها في دماغك وانت بتأسس في ischemia or not. الـ principles in the management في الباسكر assessment شوف في limb deformity, في decrease pulse, في how to reduce the fracture and re-evaluate. الـ arterial pressure indices, isolated indices, الـ ankle brachial indices أقل من 0.9 أو أقل من 1 يبقى في مشكلة ischemia. طيب patient with a pulseless but perfused limb, يعني ما انتش حاس بالس بس الرجل دافية أو الإيد دافية, ما نقول complex limb injury يعني upper limb or lower limb. لو في stable fracture you go for vascular repair before EF. Unstable fracture you do your fixation, external fixation before vascular repair. يعني إذا كان stable fracture هتعمل vascular repair الأول وتحط external fixator. ما بنحطش plate with screws ولا nail وسط comminuted contaminated fracture عشان الشريحة أو المسمار النخاعي مش هيتحمل الcontamination وهيوديك في داهية أنت والعيان. إنما لو الفراكشر stable you need to reduce and stabilize the fracture قبل الvascular repair. ليه؟ لأنك لو عملت vascular repair وبعدين جيت تعمل reduction للفراكشر ممكن تفاجأ إنه الريبير أنت عملته اتفرتك. ليه تفرتك؟ لأنه كان فيه length defect, حتى من الأرضي كانت traumatized وراحت وانت على ما عملت له repair قصر. الـ shortening ده انت مش واخد بالك منه. ليه؟ لأنه العظمة الفيمر أو التيبيا مكسورة وركبة على بعضيها فمخبية عليك length الحقيقي والloss of length of the artery. ف لو الكسر ستيبل وفي مكانه اعمل الفاسكولار ريبير الاول وحط اكسترنال فيكسيتور. لو الكسر مش ستيبل وراكب على بعضه حضرتك اعمل ريدكشن اند انستيزيا وحط الاكسترنال فيكسيتور بتاعك ذن اسس الارت اللي ريسيدد لفوق. طب تنزل بيه في سيجمنت لوس اور نوت الى اخره. كده محسوم الكلام ده عشان دايما بنسأل نجيب بتوع العظم حتى لو عامل متبنج يشتغلوا قبلينا ولا هنشتغل قبليهم. لو الكسر في البلين اكس راي ان سايتو وستيبل اشتغل في الارتري ريبير ولا تقلق وبتاع العظم يشتغل وراك. اذا كان الكسر انستيبل وفي وراكب على بعضه حضرتك بتاع العظم يحط لك اكسين فيكسيتور بسرعه ان مينتس مش in hours, ما يعمل ما يخدش راحته قوي في الشغل. then you do your vascular repair. طيب ده في مين؟ في الرجل اللي هي دافية بس pulseless. طيب لو هي رجل متلجة واسكيميك وpulseless هنعمل ايه؟ خوفا من ان الورم اسكيميا تايم ينتهي بديد مصل واللي انت هتعمله هينتهي بسكند الهيموريج بعد اسبوع واللم هتبقى زرقة ثم سودة. نعمل ايه؟ نعمل temporary intraliminal vascular shunt. قسطرة صغنونة بتدكك فوق وتحت وتسمح بان البلد يجري من فوق لتحت ولسه الريبير ما حصلش. نعمل ايه كمان؟ هنعمل debridement with external fixation. Then will الشنط ركبة وموصلة دم لل distant tissues. Then you go ahead for vascular repair وتسلت الشنط وما عادش ليها لازمة. Especially the leg, من هي encased بديب فاشيا قوية جدا جدا جدا. التروma deep to the deep fascia في وجود كسر أو vascular injury بتعلي البريشر اللي في الكومبارتمنت. يقوم يتشطر, أول ما يتشطر يتشطر على lower pressure chamber اللي هو الفينز. ما يبقاش في فينس تيرن, السمنت الرجل تبقى swollen وتنس. بعد شوية الشطر على الأرتري وننتهي بأنه الرجل دي هتبقى dead بعد hours. فلو لقيت أي signs suspicious of fasciotomy go ahead, suspicious of acute compartmental syndrome go ahead and do fasciotomy. حتى لو الفاسيوتومي مش indicated, عمرنا ما ندمنا على فاسيوتومي ما كانش indicated, قد ندمنا على فاسيوتومي كان indicated ما تعملش. والفاسيوتومي اللي أنا بنصح بيه is an open fasciotomy, dermofasciotomy.
يعني سكن ودي فاشيا بوند طويل مش هوريزونتال سمول وند، وندخل مقص تشريح صغير، مقص ميتزنبو صغير حجما انما طويل، ونشق الديب فاشيا اندر ذا سكن واحنا مش شايفينها. لا احنا عايزين كله يبقى انسايزد سكن وديب فاشيا. وردهشتك بعد 3 4 اسابيع من الهم ده كله، لو الرجل سيرفايفد والراجل سيرفايفد، هتلاقي الفاشوتومي وند هيلد ان ا فيري لينير واي، وجرحه مش باين لما الهيصه والاديمه تسبسايد. احنا عندنا سكورينج سيستم يقول لك الرجل دي فيها امل تحاول فيها ولا تقطعها من الاول، وممكن بعد ما تحاول فيها تقطعها ليتر اون او تفرح بيها ان هي سيرفايفد. ايه العوامل اللي بتخليك متشائم او تفاؤلك اقل؟ احنا عندنا السيستمز الشمال، كل ما عدد السيستمز اللي اهينت زاد، يعني لو ثلاثة سيستمز انجر ده كومبلكس لم انجري، طب لو بقى الاربعة اسوأ، لو خمسة اسوأ واسوأ، وبيقول ان غالبا الرجل دي لن تنجو وهتحتاج امبيتيشن في توقيت عائل. دول الخمسة سيستمز، كل ما يزيد عددهم عن ثلاثة كل ما فرص الرجل دي والحياة ان تنقذ تقل. في خمسة تانيين لازم نحفظهم جدا اللي بيضيفوا تشاؤم وباد بروجنوسز على انه يا العيان ده مش هيسرفايف يا الرجل دي مش هتسرفايف. لو الورم اسكيميا طويله، يعني لو الراجل ده عنده كومبلكس ليم انجري وعلى ما اصيب ثم اتنقل ثم لقى مستشفى تاخده لغايه ما سيادتك خدته وصورته في الاشعه ونزلته العمليات كان اكتر من 6 ساعات. لو الورم اسكيميا تايم أكتر من 6 ساعات، يعني لو الرجل دي اسكيميك من ساعة الإصابة 6 ساعات فأكثر، غالباً الرجل دي مش هتبقى سيرفايفبل. The age، كل ما the age of the patient كان above the age of 50 or 60 كل ما فرص إن الليم and the patient survive تقل. وجود pre-existing disease زي سكر وobesity، دايماً complex limb injuries في الأوبيز نتائج أوحش. persistent أو long duration of shock طبعاً. ليه؟ لأنه ده هيرجعنا للنقطة الفوقانية اللي هي الورم ischemia time. وجود shock non-compensated وما تصلحتش أو ما تعالجتش، ده بيخلي البرفيوجن للرجل المتمرمطة دي أقل وأقل وأقل، يوم يسرع في death of the muscles and the tissues of the ischemic limb. Injury Severity Score ليه أرقام وليه أعداد هنقولها دلوقتي بسرعة. هو في 4-5 systems to score the complex limb injury. اختار لك one system، عاملة زي ما يكون أنت بتصلح ورق طالب في الامتحان وبتديله درجة من 100 أو درجة من 10، وبناء عليه لو في جراح صغير ولا حاجة يقدر يكلمك كاستشاري يقول لك والله الرجل دي السكور السكور فوق السبعة. فوق السبعة يعني انت تروح عشان انت من جواك عارف انك هتنتهي بامبيتيشن، تحضر معاك كونسلتنت تاني عشان انتوا الاثنين اذا اتفقتوا على امبيتيشن يتنفذ ويقسموا برايمري امبيتيشن. لو السكور اقل من سبعة، يعني السكور 2 أو 3، تفرح وتقول دي قصة مقضية وحننجو بالعين ان شاء الله وباللم بتاعته. ازاي المانجد اكستريميتي سيفيريتي سكور اللي هو 1 of 5 سكور سيستمز انا بفضله، انا في رأيي انا ان هو اسهل، أسهل نحفظه أسهل نتعلمه. بيعدي في 4 فاكتورز. أول فاكتور السكين ومصل وفاشية and bone، حطينا البون بقى معاهم، بنسمي دول الانتجمنتس and bone. لو الانجري low energy يعني خنجر، لو رشاية low velocity bullet، لو كسر closed supracondylar fracture closed مش compound injury ياخد واحد. لو medium energy injury زي ال compound fractures زي ال multiple comminuted fractures زي ال fracture dislocation، ده clue بيقول لك انه الكسر مش simple، ده فرتك ال skin فوقيه بقى compound، يبقى الانجري كانت شيء ما كانتش low energy. لو العظمة بتفتفتة يعني comminuted fracture يبقى ما كانتش low energy. ولو كسر ما كانش كفاية او dislocation ما كانش كفاية، ده كسر و dislocation يبقى ده ما كانتش low energy injury، it's a medium energy injury. ده نديله 2 اللي هي مكتوبة على اليمين.
نطلع بقى أسوأ هاي انرجي الهاي فيلوسيتي بوليتس اللي هي اغلب الفاير ارمز دلوقتي ار هاي فيلوسيتي. الكراش انجري يعني عربيه ناقل عربيه نص ناقل موتوسيكل عدى على لم بالكامل بعجلتينه this is a crash injury ياخد ثلاثة. كل اللي بنقوله ده even في الهيستوري أو في الفحص يعني أما يجي لك high velocity bullet ده خد ثلاثة خلاص regardless بقى خد كم في اللي فوقيهم. ال very high energy ال as the above زائد heavy contamination soft tissue avulsion ده تديله أربعة. طبعا كل الأرقام ما بتزيد الدرجات العيان زي درجات الطالب تزيد ما ياخدش امتياز ده يسقط. كل ما ياخد درجات اقل تفرح وتقول هتعدي على خير. طيب الثاني احنا قلنا اربعه ايشوز ايشو خلص اللي هو الانتيجمنت اند ذا بون. طيب نيجي الايشو الثاني الليم اسكيميا. الليم اسكيميا البرفيوز ليم البالس ريديوست او ابسنت اقل من 6 ساعات ماشي الحال ياخد واحد. بالسلس نون بيرفيوز اقل من 6 ساعات او اكتر حتى من 6 ساعات بياخد من 2 ل 3. كول بارالايزد اذا كان اقل من 6 ساعات هياخد 2 اكتر من 6 ساعات هياخد 3. الجنرال بلاد بريشر العيان كله على بعضيه شوكد ولا لا اذا كان ترانزينت لو بلاد بريشر غير لو بريزيستنت هايبوتنشن. الايج لو اقل من 50 ياخد واحد لو اكتر من 50 ياخد اثنين. نرجع تاني نريتريت ونفكر نفسينا بال when to suspect vascular trauma لانه ممكن الكومبلكس ليم انجري تبقى زي كيس المغلق ما انتش شايف اللي جواها مش ضروري يبقى فيه جرح واضح للعيان من بره. الهارد ساينز قلناهم قبل كده weak or absent pulse active bleeding large expanding بتكبر كل شويه بالستايل هيماتوما لارج او اكسباندنج او بالستايل اي واحده فيها. لو بروي او ثريل حطيت ايدك عليها لقيت في بروي يبقى دي الهيماتوما دي واصله بارتير الانجري واضحه وجود ديستال اسكيميا سوفت ساينز اوف ذس اوف فاسكولار انجري سمول ستيبل هيماتوما نير باي نيرف انجري ان اكسبلايند هايبوتنشن هيستوري اوف ووند بليدنج اند بروكسيميتي تو ميجر فيسلز. الكلام ده قلناه قبل كده بس في الإعادة إزادة. في سؤال الحقيقة محرج أنا ما كنتش بحب أتكلم فيه في الـ في الـ في الـ في الليم تروما هو ضروري نعمل أنجيو ولا لو كلينيكال كريتيريا واضحة ناخده على العمليات ونحضر باسكال سيرجن أو جنرال سيرجن تريند تو دو ريبير. وبالمناسبة لو حد من اليونج جنريشن معانا أنا بترجاكم في العالم كله الجنرال سيرجن لازم يعرف يريبير هيلثي أرتريز لازم يعرف يتعامل مع أرتيريال إنجري إن هيلثي أرتري. إنما ثرومبوندوتراكتومي إن كرونيك إسكيميا بيشنت دي مش شغلتك شغلانة الباسكا سيرجن. وبالتالي في تندنسي قبيحة أنا شايفها إيفن في الأصرعين يعني آسف يعني اللي انا بعتبره يعني بيتي ومكان صح فضل عليا انما طلعت اجيال جديده تفرح لما يبقى يعني اول ما تلاقي فيه باسكر انجري تقول لك هاتوا بتاع الباسكر وهو يبقى ريجسترار او سين ريجسترار جنرال سيرجري. انا مثلا 74 75 76 كنت أطلب من الأساتذة المساعدين والأساتذة أو المدرسين التريند على الباسكولر أن أنا نائب جراح العمل الموجود أنا اللي لازم أعمل عيان باسكولر إنجري ويقف ويساعدوني فيه لأن أنا I need to get trained how to repair vascular trauma. يا أخوانا أرجوكوا استردوا ده you need to be able to repair arterial injury in a healthy artery. في ووركشوبس بتتعمل لدكتور هشام مصطفى انا اشهد انه عمل كثير جدا من الهاندز اون ووركشوبس او ريبير اوف ارتريز. انما اذا كان في اراده هتعرفوا تتعلموا من دكتور هشام او من غيره. من فضلكم ما تسيبوش ريبيرنج ارتيريال انجري ان هيلثي ارتريز
لحد براكو من باب الاستسهال او زحلقه المسؤوليه. طيب هو السؤال اللي بعده، هنعمل انجل مين؟ طب لو رجل فيها هارد ساينز نشتغله على طول ولا نعمل انجيو؟ هو عاده لو في هارد ساينز والانجري اوبن واضح ان في ارتيريا انجري، ما تضيعش وقت، خد وقت العمليات بدون انجيو. المهم ان الانجيو يتغير من الدايركت انك بتدخل بكانيولا زي القسطره بروكسيمال وتحن صبغه دايركت تو ذا ارتري وتصور، الدنيا اتغيرت بقى في حاجه اسمها سي تي انجيو، ام ار انجيو، انك انت بتحن في الفين اللي في ايد العيان والصبغه الدايليوتد دي تلف والجهاز الاشعه يصور لك الليم فيسلز بدون ما تبنكشر الارتري الشخصيه. انما برضو ده ما يتعملش الا لو عندنا هارت ساينز ما تعملش انجيو، لو في اوبن انجري واضحه ما تعملش انجيو، تيك ذا بيشنت تو ثياتر والله يعينك. طب امتى بقى نعمل انجيو؟ لو تروما بلانت في غياب هارت ساينز، لو العيان سو ستيبل هيموداينامكالي وانت مش هتوديه قطع العمليات ساعه واثنين وثلاثه واربعه وعندك فتفوت تشك من السوفت ساينز اوف ارتيريال انجري، اعمل له انجيو. لو العيان انجرد امبارح او من 14 ساعه وجالك وستيل الرجل ده يعني الرجل دافيه وانما ما فيهاش بالس ليت بريزنتيشن، ده يستاهل انجيو عشان تعرف هو البالس مش محسوس عشان كومبارتمنتال اكيوت كومبارتمنتال سيندروم حاجه دايس عليه من بره، ولا انت هتخش تريبير late presentation. Sometimes لو انت in a very well equipped tertiary hospital الثياترز بتبقى مجهزة بسي ارم وممكن تعين صبغة في artery proximal تقوم تعمل intra او even post operative evaluation. intra لو انت محتاس وعايز تعرف الحقيقة مش تعرف الانجري فين، انت عايز تعرف في انجري مور distal ولا لا، لان sometimes انت بعد ما تعمل وتفك البولدوج او الارتيريال كلامب تلاقي الفلو مش حلو مع انك عامل اسموس حلو جدا وعملت ريبير حلو جدا، المفروض تشك ان لا يكون فيه ايه امور ديستال انجري وفي انتمال تير قافل الدنيا. سو سام تايمز انتر اوبراتيفلي اور بوست اوبراتيفلي يو ماي نيد تو ايفالويت الاسموس اللي انت عملته، وبنقول الدنيا ما بقتش يلا هنشك الارتري ونحن صبغه جواه بروكسيمال انجري، لا بقى فيه ليس انفيزيف سي تي انجيو and MRI angio. امتى تاني نعمل angio penetrating injuries with heart signs زي الجانشوتس والاكستنسيف injuries؟ كلام عام محتاجينه لليونجر جنريشن بالبلدي، انا ما بحبش البلدي، احنا لسه قايلين السكور سيستم، انما للتبسيط اللي انا بخاف منه ومش عايزه نقول الحالات الوحشة اللي انت تقول دي غالباً مش سالفجبل وتحضر اتنين كونسلتنتس معاك تجيبهم مش على التليفون. الفاسكولار انجري لما الورم اسكيميا تبقى طويلة اكتر من 6 ساعات، اما يبقى في اسكيميا مع بلانت انجري دي معناها انها سيريوس. الديجري اوف سوفت تيشو اوف سوفت تايم انجري، سوفت تيشو انجري كل ما زادت، الايج كل ما زاد، الرجاله ظروفهم تبقى اوحش من الستات، الاوبيزيتي اند كوموربيديتيز. طبعا لازم تحط في اعتبارك هو الكومبلكس انجري دي معاها بقى بولي تروما ثانيه، ليفر انجري، هيموثوركس، سبلينك انجري. لازم برضو تسال نفسك الليك ستيت الرجل دي قبل الحادثه كانت بوليو يعني بارالايز ليم، كان بيعاني من بوليو ومشلوله من صغره، وجود كومبارتمنتال سيندروم من عدمه، الحاجات دي كلها بتلعب معاك. يعني ايه تلعب معايا؟ يعني لو عيان هتقضي 7 ساعات ولا 6 ساعات تعمل ارتيريال ريبير وتتصرف في الفينس انجري وتعمل النيرف ريبير بماجنيفيكيشن وتقعد تفاشن في فلابس عشان تغطي الارتيريال انجري، this could take 6 hours.
ولو معاك تيم تاني حتى، او انت حطيت فوطه على اللم وفتحت بطنه عشان عنده انجري تو سبلين اند ليفر، خدت لها ساعه لربع عشان ايفن تحط باكس او تشيل سبلين. لو في عيان بهذا الشكل، لا، amputation could save his life. Sometimes الرجل paralyzed العيان، وانت لو القصة multi-staged ولينثي ونتائجها مش تبقى كويسة وalready الرجل دي ما كانتش functioning قبل الإصابة، you may consider amputation. عايزين نرجع تاني نتكلم على كلمة بسيطة قلناها في البداية historical على الoperative debridement. بناخد العيان لقطة العمليات. أنا شخصيا ما بشتغلش في التورنيكي، بس دي صفتيات. الستاندرد إنك تحط التورنيكي ما تنفخهاش لأي سبب، قد تحتاج تنفخها في وقت معين. يعني حط التورنيكي انفلاتبل، لو احتاجتها تنفخها، إنما غير كده أنا محتاج الدم يبقى واصل proximate to the injury عشان هيميز لي الغث من السليم، هيميز لي الميت من الحي من الأنسجة. ولو في arterial injury حاط بولدوج يدوبك proximal للإنجري، مش محتاج تورنيكي فوق تديني bloodless field وأنا مش عارف أساساً تحتي إيه. يبقى put a tourniquet، بس من فضلك حاول not to inflate it، خليها موجودة. إذا فوجئت gush of blood وعصابك فلتت او انت مش تريند على المواقف دي، انفخ التورنيكي لمنع بلاد لوس وان العيان ما ينزفش حتى الموت لحد ما تلطم وتعيط وتطلب حد تاني يتيك اوفر. ايه تاني في الاوبرتيف ديبرايدمنت غير انك تحط تورنيكي مش منفوخه؟ الريجيشن اند ديبرايدمنت ات از ذا موست امبورتنت ستيب. احنا طبعا نذكر سنه 73 انه المدافع الميه اللي شفطت ميه ببريشر عالي جدا، اشتريناها سكيتي كده من المانيا يميها، الميه الاندر بريشر واللي كانت جزء منها كان ستريم قوي وجزء تاني كان زجزاجنج. يعني ايه زجزاجنج؟ يعني بريشر يزيد وينقص يزيد وينقص. هدمت الجبال اللي كان بناها اليهود على خط برلين ومكنتنا من العبور. احنا بنعمل كده في الديبرايدمنت، بنجيب سرنجات 50 سنتي، ولو انت في مكان فيري ويل اكويبت، ال 50 سنتي مش اللي بوز الرايل، اللي بوزها ابره اللي يركب عليها ابره عشان البوز يبقى صغير. وفي الاماكن البيتر اكويبت بيبقى فيه انجكتور، بيبقى فيه مكنه ترومبه بيتحط فيها اللتر الملح، الكياس اللتر الملح الكبيره، وهي بتحول سرسوب الملح ده الى جت قوي جدا. الجت ده سواء بسرنجه انت بتحقنها بقوه شديده على بعد 5 سم من الوند، دي بتنظف وبتبرايت ان ان اكسلنت واي، اللي هو بريشر اريجيشن ويل دو ذا تريك. زونز اوف انجريز، نعلم ان في سنترال زون اوف نيكروتيك تيشو ده نون فايبل، شيله سهل وقرار شيله سهل. حواليه زون اوف مارجنال ستيزس اند بلس ماينس، يا ترى دول فايبل اور نوت، يو ماي بوستبون ديبرايدمنت لمرحله ثانيه بعد يومين. اند ذا بريفيرال زون اوف انجري، ديفينتلي يو نيد تو بوستبون اي ديبرايدمنت فيها. احنا قلنا ديبرايدمنت مش مفروض في تروما ابدا، يبقى راديكال ديبرايدمنت من اول يوم. وات اني تايم انت شاكك، ثاني يوم ثالث يوم ما في ملهاش معاد، يو نيد تو تيك ذا بيشنت تو ثيتر اندر انستيزيا، اعمل كده. ورجاء اطلع الاسره ميديكوليجالي من اول دقيقه، قول لهم العيان ده قد يحتاج يروح لعمليات مره واثنين وثلاثه قبل ما تشتغلوا، عشان ما فيش واحد شرير اما تاخدوا العمليات ثاني يوم يقول لك انت عكيت ايه، ده حصل مضاعفه من اللي انت عملته. لا، العقد شريات متعاقدين، تبقى انت من الاول قبل ما تاخدوا ثيتر قول له احنا هنعمل اللي علينا، بس هو قد يحتاج عده مراحل وعده مشاوير لاوضه العمليات. قول كده قبل ما تاخد العيان على اوضه العمليات، بس بهدوء بدون استفزاز. في بقى الاوبرتيف ديبرايدمنت، اكستندد اوبن اكستند اند اوبن ذا ووند اند ريموف اول نيكروتيك تيشو ان ذا سنترال زون. السيريال ديبرايدمنت ريكوايرز مارجنال ستيزس، انما
it could be staged وخد وقتك فيها. لو سيبنا soft tissue debridement مطلوب منك ايه تاني في العمليات؟ skeletal stabilization. بنعمل ده ليه؟ هو احنا بتوع عظم؟ لا، لانه ال fragments of bone عامله زي المطوة بتزود soft tissue damage مع كل حركة ونقلة من الترولي الى طرابيس العمليات الى اثناء العملية بتاعد اليمين وشمال. العظمة المكسورة دي بتزود soft tissue damage. انت لما تعمل skeletal stabilization you promote wound healing. wound healing في كله مش بس في العظمة، في soft tissues and everywhere. skeletal stabilization is thought to prevent against infection. طبعا ال most managed with temporary external fixation، لان احنا بنخاف نحط plates و screws و intramedullary nails في مكان heavily contaminated. في حاجة كده أنا معتبرها حاجة يعني الانديكيشنز الحقيقية بتاعتها اكستريم ليميتد اسمها هايبربريك اوكسجين، إنما هي بتستخدم كسبوبة بحيث إن سمعتها هي والأوزون بقوا في رأيي أنا استخدامهم قلة استخدامهم تبقى أحسن، لأنه إيفن الهايبربريك اوكسجين أو الأوزون ثيرابي في الحالات اللي زي دي تأثيرها اكستريملي تمبوري اكستريملي تمبوري. يعني كده تجيبه وتحط الرجل او تحط كله على بعضه جوه خيمه هايبربريك اوكسجين، شكرا هي وبعدين. طيب ايفن لو سبته جوه الخيمه دي بالهايبربريك اوكسجين، لو سبته شهر جواها الليم اللي ناوي تموت هتموت. فانت بتحطه ليه؟ عشان تشتري وقت. وقت ليه؟ ما هو اذا كان في فاسكولار انجري يو نيد تو فيس ات. انا قلت قبل كده ان الانتجمنتس والسوفت تيشو كفرج شيء extremely important، extremely important. يعني الأرتريز محتاجة تتدفى بمصل تسبش عريانة في العراء، البون كذلك، النيربس كذلك، الفينز كذلك. أنت محتاج ده كله يتدفى ببطانية، البطانية دي يا رب تبقى muscles viable، ولو أمكن skin، لو في بواقي degloved skin تتعامل معاه بطريقة مفيدة بجرافت بفلاب، بس المهم يبقى فيه كفرج ولو temporary coverage. احنا هنيجي للديسيجن ميكنج في variables. ايه variables؟ variables تخص patient variables، extremity variables، البيشنت على بعضه generally diabetic سنه قد ايه، الرجل بقى extremity variables. احنا قلنا لو رجل فيها بوليو ورجل dystrophic neuropathic مليانه ulcers و وسكل عدى عليها هنبقى حريصين عليها قوي قوي لو هي إرثلم associated variables هنقولها بعد شوية. then comes the survivability. ده سؤال بتسأله نفسك، هو بجد حتى لو احنا نوينا هو الرجل دي هينفع تسرفايف؟ امتى هنفضل نقول امتى نفكر في early amputation او immediate amputation؟ in severely injured extremity with an irreparable vascular injury. irreparable. وفي في انه يعني الموتوسيكل عدى على على الرجل بالطول، نزل تحته بالطول خد كل الفاسكولار تري من البوستيريور تيبيا لحد الكومن فيمورال. لو اتساب اسكيميك اكتر من 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات اوريدي المسلز ديد. لو انت ايفن رجعت لها بلاد سبلاي، blood supply to dead muscles كارثة. critically injured with significant hemodynamic instability. قلنا لو multiple trauma patient وعيان very unstable، لا البتر قد يسيف his life بدل ما تقعد تحنتف وتشتغل meticulous work 4-5 ساعات هينتهوا بين العين هيموت على الترابيزة. التاريخ ده قلناه قبل كده وانا مش عايز اعيده تاني. من 150 سنة كان ايه؟ إنما في حاجات لازم تبقى في اعتبارنا، إنه at what cost to the patient, the family and the society هنعاند ونحافظ على اللم. at what cost to the patient, family and society, preserving a limb does not by its guarantee a useful limb. يعني كلنا شفنا بس نماذج مش common إنك بتبذل مجهود كبير جدا أنت وبتاع نيورو سيرجري، بتاع البلاستيك، بتاع الباسكولر، بتاع العظم،
في ليم، وبعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة من العطلة تلاقي نفسك عندك ليم totally useless painful swollen anesthetic neuropathic، وتلاقي العيان بعديها بسنة جاي يقول لك أنا مش قادر أقف عليها، وجعني جدا، شيلها لي. طب يا دكتور صفت، أنت شفت ده في حياتك؟ Yes I did see patients بعد serious injuries وانتهينا بفايبل لم، وحاسين ان ده انتصار جراحي جبار للتيمز اللي اشتغلت، اتعمل له عمليات ستيجد كتير. بعد ست شهور سنة بدأ يقول لك انا الرجل دي مش بس useless دي harmful. بعد سنة وشوية يجي يقول لك اقطعها وجهاز رجل صناعية تبقى احسن. Yes. Protracted attempts at limb salvage may destroy a person physically, psychologically, socially, and financially. هو سلاح ذو حدين. احنا مجتمع very cruel. مقطوع له رجله ولابس طرف صناعي، ممكن ناس ما تبضاش تشغله. ان شاء الله تشغله يعلب علب حلويات في مصنع، ما بقولش نشغله سواء. إنما still sometimes لو هو الصح إن إحنا نعمل below أو above the amputation ويركب له prosthesis حيبقى أفيد من إنك تعاده lost his job سنة وسنة ونص بيعمل عمليات repeated وتنتهي برجل ما هيش that useful. في طريقة predict هو اللي عنده نصبر فيه ولا لأ، ولا نعمل early amputation، او لو بنصبر الكات اوف فيز فين اما نقول لا خلاص كفايه كده. احنا قلنا في السكور سيستمز عندنا الام اي اس اي البي اس اي الام اي اس اس اللي انا قلته اللي انا بفضله اللي هو سمبلر ال ال اس اي والان اي اس اس اي، كل دي حاجات يعني تساعد انما ما هياش يقينيه تماما. يبقى لما نيجي نستميت لإصلاح ما أفسده المالتيبل تروما إن كومبلكس لم إنجري، لازم يشغلنا حاجتين، هي achievable or not. حاجة تانية هو outcome هيبقى acceptable or not، ولا هننتهي بواحد unemployed lost his job divorced depressed with a non-functioning painful useless limb. هنا بس يحضرني المربع المكتوب بالأحمر ده، عايزين نفتكر ان اللور ليم مش زي الابر ليم. يعني ايه يا دكتور صفوت؟ يعني حاجات كتيره جدا، اهمها انه اللور ليم وظيفتها ويت بيرنج ومشي وجري. الابر ليم جزء كبير من شغلها صدقوني او ما تصدقونيش استيتيك جمالي. اللور ليم ويت بيرنج اكتر. الـ functions والـ expectations بتاعة الحفاظ على الليم إذا كانت lower مختلفة عن طلباتنا إيه في الـ upper limb. وبالتالي وعايز أقول كذلك even تيأس إمتى. إحنا عندنا الـ lower limb فيها muscle bulk كبير جدا جدا جدا، فلو تثابت في warm ischemia time 10 ساعات غالبا هتنتهي بـ amputation لأن الـ muscles ماتت. الأبر ليم ممكن تقعد 10 ساعات وتسيرفايف لأن المسل بالك في الأبر ليم والهاند أقل، فيستحمل يقعد إسكيميك في روم تيمتشر فترة أطول. إحنا لما نتعامل مع ليم أبر أو لور، ده أنا عايز أقول أكتر من كده، في الأبر ليم هي دي الدومينانت هاند ولا الليس دومينانت هاند؟ دي الدومينانت، هو راجل أشول ولا بيكتب إيده اليمين؟ مش بس بيكتب، شغله على المكنة بتاعته أو على وظيفته معتمد على الإيد اليمين ولا الشمال. طب هي اللي احنا بنقول هنحافظ عليها أو باستماته ولا لا، الدومينانت ولا ليس دومينانت، كلام ده يبان كرول، إنما ده لازم يبقى في الباك مايند بدون ما نستسهل ونقطع الليمز unnecessarily. أنا عندنا صفين قصاد بعضهم بيقولوا the challenges and the controversies بتاعة الهم اللي احنا بنحكي فيه بقى لنا شوية. احنا عايزين functional limb salvage مش مجرد limb عايشة وهي painless painful و useless.
عايزين ليم سليمة مش ما فيهاش هاي انستنس اوف اوستيوميلايتس مكملة معاها. احنا عايزين valid scoring system. بالمناسبة ما نلاقي 5-6 scoring system زي ما يكون في مرض ليه 5-6 عمليات، ده معناه ان ما فيش عملية ideal، ما وصلوش للideal لسه. ال variable evacuation، ال timing، ال warm ischemia time قد ايه، المتركات القبيحة is incomplete fasciotomy. كتير انا شفت كتير تعمل closed fasciotomy والرجل بتضيع. ليه؟ لانه في الكلوز فاشيوتومي انت ما بتشق الديب فاشيا بدون ما تشق الجلد، انت بتبقى حريص انك انت ما تعورش ديبر ستراكشر، فممكن جزء من الفاشيا ما يتشقش، يعني تبقى شقيت الابر تو ثيردز والجزء الثاني ما تشقش. من فضلكم لو هنعمل فاشيوتومي يبقى ديرمو فاشيوتومي، نشق الجلد بالفاشيا من اول، يعني ان كان ليج يبقى من فوق لتحت، ان كان ثاي يبقى من فوق لتحت، يعني الثاي من الانجوانال ريجن للبوبليتال ريجن، الليج من عند البوبليتال ريجن لغايه الميديا ماليولوس. مفيش فاشيوتوميز مايكروجيب نونو صغيره. بون هيلينج از انذر تشالنج، اللي بيشتغلوا كتير تروما وعلاقتهم وثيقه مع بتوع العظم بيكتشفوا انه ساعات الرجل بعد شويه في فتفيت من العظم الكومينيوتد بتقعد شهور سنة أو سنتين داد العظم داد وأوستيوميليتك وقصة بتبقى كوايت أغلي. نيرف إنجريز من ضمن الإنديكيشنز وبرايمري أمبيتيشن حاجة غريبة جدا is high complete ساتيك نيرف إنجري، يعني لو إنجري قطعت ساتيك نيرف طلعته من الفيلبس we don't repair it. We did repair fissure nerves من 20, 30 و40 سنة. احنا عارفين ال sciatic nerve لو في adult طلعته من البلبس عند ال sciatic foramen لكعب الرجل تعمل لها متر وشوية. المتر وشوية ده يعني لو قلنا متر حتى يعني 100 سنتي. وبنقول ان النيرف لو تعمل له repair وربنا أكرمنا فيه وبدأ الأكسون يريجنريت بيريجنريت معدل ميلي بير داي، يعني الميت يوم دول هيعوزوا 1000 ميلي، يعني 1000 يوم، يعني هنعوز 3 سنين لغاية ما الأكسون إذا ربنا وفقها توصل لتحت. عمر ده ما هيحصل. حدودنا القصوى 18 شهر، بعد سنة ونص ال distal part of the nerve بيبقى totally fibrosed وجزء كبير من muscles اللي مستنيه النيرف يوصل لها بتبقى خلاص دايد، وايفن لو النيرف وصل لها تبقى فايبروز ات داز نوت فانكشن. فا ات از نونسنس تو ريبير الساتيك نيرف عند طلعته من الساتيك فورامين. طبعا في كوارث اخرى رير بس بنشوفها في حتى واحنا بنستخدم ما نسميه غوريلا سيلنز. الجوريلا سيلن ده تعبير بقاله 30 سنة 20 سنة اللي هو الـ very strong antibiotics اللي أغلبنا مش حافظ اسمها، الحاجات الجديدة اللي بتيجي anti proteus و anti pseudomonas و anti mersa و anti versa وبتقعد حلوة 6 شهور سنة سنتين وتختفي لأن هي بقت resist الorganism resistant ليها ويجي غيرها. even الجوريلا سيلنز دول الـ very expensive antibiotics اللي بتعمل مشورة عليهم وما انتش حافظ جرعاتهم وتقعد تعمل استقصاء، even دول في بكتيريا بتنجو منهم ويدوا a chronic form of drug resistant contamination colonization and resistance. من ضمن التشالنجز اللي لازم نبقى عاملين فيها procedure timing، هتشتغل امتى؟ عايز اضيف عليها procedure duration. في بعضنا الله يعفو عننا جميعا تشوف بيشتغل تحس انه بيشتغل في المشرحه، يعني ايه في المشرحه؟ يعني عامل وقت عنده مش فارق، يعني يعمل الاسموزس ما يعجبوش الاسموزس يفكه ويعمله تاني ما يعجبوش يفكه ويعمله ثالث، تلاقيه في الاخر عمل اسموزس شكله حلو جدا بس في 6 ساعات حيث ان كل الدنيا خربت. يبقى هنقول توقيت بداية البروسيدير بعد الإصابة بقدية ده مهم جدا. ثانيا how lengthy is it، الكفرج، الكلوجر، الفيكسيشن، كلنا لازم يتعلم
شوية اللي بيحصل حوالينا من البروستاتيكس. علم البروستاتيكس والأطراف الصناعية تطور جدا إيفن في مصر ورخص وبقى متاح. عايزين قبل ما نفكر في امبيتيشن نبقى عارفين إحنا what are we going to provide. وي دي يعني المؤسسة الطبية. أنت اللي هتقطع له رجله ده هترميه بير ولا هتسلمه لإنستيتيوت هيقدر يعمله ريهابيليتيشن ويلبسه بروستيسيز يخليه يمارس 80-90% من حياته in a normal way. ده كلام كلنا عارفينه بس I had to put it. كل ده قلناه وقلنا ده يعني ملخص لما سبق. ما تشوف complex limb injury بتسأل نفسك is the limb salvageable or not. طيب طلع salvageable وهننتهي بفايبل لم will it end with a functioning result. اللم دي هتبقى functioning. البوتنشال سيناريوز لو في absolute indication of primary amputation يبقى دي سيناريو بس ليه indications محدودة ما تاخدهاش لوحدك. you need two consultants. حتى لو انت راجل very senior consultant حضر معك واحد تاني. لو انت general surgeon حضر معك senior consultant vascular senior consultant عظم بحيث انت مش جايبهم يبصموا عشان في الاخر ده قرار امبيتيشن. يبقى ممكن يبقى في برايمري امبيتيشن ديسيجن ويبقى صح في سيرتن انديكيشنز. تاني سيتويشن او تاني تشويس از اتمبتد سالفج وذ ايرلي ديسيجن اوف امبيتيشن. يعني بعد ايام تقول لا يا عم هن امبيتيت. انا هنط الثالثه وحول الرابعه انه ان سكسسفل سالفج وذ ليت امبيتيشن. وطبعاً التالتة اللي نطيتها هي اللي تفرح إن بعد الهم ده كله تنتهي بسكسسفول سالفجابل يوسفول لم. الأربعة سيناريوز دول لازم يبقوا في ذهننا. ولو مش مقتنعين بالبتر as a primary amputation قلنا هنعمل consultation مع اثنين على الأقل senior consultants. تاني يوم تالت يوم رابع يوم كل ده محتاج يبقى re-assessed because even after reparative revascularization and skin coverage and sometimes بعد كل اللي انت عملته ده بعدة ايام تلاقي الدنيا مش ماشيه كويس and you may consider early amputation. sometimes بعد اسابيع وشهور you may consider late amputation. وطبعا المفاجاه الجميله الرابعه اللي هي ممكن تحصل انك تنتهي بانه الرجل survived وبقت useful او الدراع survived وبقت useful. دول السكورز وقلنا تعددهم بيقول انه فيش واحد فيهم ideal. البرايمري امبيتيشن نفتكره انا مش هنسى تجربه لي انا شخصيا وانا كنت مدرس جونيور سنه 1980. حصل حادثه في البدرشين وبعتوا جابوا ناس مننا من الاصرعين ورحنا جري جدا ما كانتش الدنيا زحمه قوي كده. وكان معايا زميلي ودفعتي استاذ تخدير خد معاه انابيب وكانيولات وملح وانابيب تيوبز يعني تو انتوبيت والجهاز مالي صغير عشان يقدر يفنتليت. وهناك رحنا لقينا ناس الله ما يورينا القصه انا شفتها بعناية توايس في هذا اليوم انه القطر خرج بره القضبان وان في كذا شخص العجل الحديد داس على رجليه مات من مات. اللي كانوا ستيل الايف اثنين والاثنين دول كان العجل الحديد حشره رجلهم عند البوبليتير ريجن ما بين القضبان والعجلة وشقد وبيل وبيطلعوا في الروح إلى آخره. وأنا فاكر كويس جدا كان معايا نائب ومعيد فكان بيقول لك يا بيه إلحق أمبيتيت كده بسرعة وعشان ناخدهم نطلع نرسستيدهم عشان يقدروا يفكوه من الانتانجلمنت مع العجل عربية سكة الحديد. الحقيقة أنا قلت لأ الأنيسيس مشكوراً حط تيوب ونفخ له وحاول يدور على فينوس أكسس ملقاش غير في رقبته اداله حاجة أنا مش فاكرها غيبه لحظات طبعاً كان ممكن يموت في القصة دي قبل من المسو and we did
امبيتيت عشان نقدر نشيل جسد هذا البني ادم اللي كان فيه بقايا حياه من تحت الاربيسك الحديد، لانه لو استنينا الونش اللي هيجي بعد ساعات اللي هيرفع عربيه سك الحديد مع رجل الراجل، هتبقى مصر كلها ماتت مش بس الراجل مات. Sometimes immediate amputations are indicated وبتدي ذكريات غير لطيفة. لو ال high injury posterior nerve in an adult أو sciatic nerve مقطوع من فوق، أو crush injury with warm ischemia time أكتر من 6 ساعات، ده أو وجود non-reparable vascular injury. دول ال situations اللي you should face facts وتقول احنا we have to amputate now، ما نضيعش وقت في restoration. لو عيان اتساب لو اتساب بورم اسكيميا تايم اورز، الست ساعات دول انا فليكسبل فيهم شويه، انما لو هو مشحون لي من مكان بعيد جدا وجاي بعد الاصابه ب 8 9 10 ساعات متساب اسكيميك بقاله 10 ساعات 8 ساعات، حضرتك دونت ريبير هيم، عضلاته ماتت وهتجيب سكندري هيمورج وهنروح في داهيه. ممكن 6 ساعات دول يبقوا 8 وانت ريلاكسد في الابر ليم، لان الابر ليم المصل بالك اقل واحتياجات الاكسجين اقل. امتى تفكر في برايم ميوتيشن؟ لو في بيوند ريبير فاسكولار انجري، يعني لو كل الارتيريا تري متدمره وما عندكش حاجه انسموزت، لو بوسيو تيبيال مقطوع عالي او الساتيك نيرف مقطوع عالي. الريليتيف انديكيشنز بقى مش الابسولوت، الريليتيف انديكيشنز اوف برايمري ميوتيشن is life threatening case polytrauma. ال scoring system بتاع مرض التروما ال ICS لو هو اكثر من 20، ضاعش وقت conservative treatment amputate انت are facing death now. In severe ipsilateral foot trauma in prolonged course to provide soft tissue and tibia reconstruction incompatible with personal social economic consequences for the patient. كل الحاجات دي relative indications to amputate، و مش ضروري توقيت الامبيتيشن يبقى برايمري او ساعه او يوم الاصابه، ممكن يبقى بعديها بشورت اماونت اوف دايز. قلنا ده قبل كده، قلنا الاريجيشن ديبرايدمنت ده الفاشيوتومي اللي انا ادفوكيتنج ات من فوق لتحت سكن وديب فاشيا. وما تخافش إن شاء الله إذا ربنا كتب له الحياة العيان واللم بعد شهر من دلوقتي لما الإديمة تسبسايد بدون غرز بدون خياطة، التو إيدجز هييجوا جنب بعض وبعد شهر هتلاقي لينير سكار ما هوش فيزيبل قوي. من يدوف الشاطمي دي دوت إيفن لو أنت شاكك إن العيان محتاجه، مش ضروري تبقى بتقول والله العظيم ده محتاجه. نمرة تين when you do it properly open skin and deep fascia from من فوق لتحت من top to bottom. جبنا سيرة الفاسكولار شانس، لما نقول mangled limb مش معناها lower limb بس، ادي upper limb اهي، عندنا integument injured وعندنا community fracture for our bones والايد مطلد. بتقول لو قارنا لون الايد بلون الكوع اللي فوق او الفور ارم بروكسيمال تو ذا انجري هنلاقي مطلنج يعني مبقعه، دي بتقول ان في arterial and venous injury in this hand او in this forearm. طبعا انت شايفين البعيد ده is an external fixator unipolar external fixator، يعني unipolar يعني السقالة واحدة على ناحية just to repose العظم عشان تعرف تعمل arterial repair و you can insert a shunt. اللي انت شايفينه ده muscle flap غطى العظم وغطى ال vascular repair، وما تجيبلوش flap بقى، حط له حته سبليت ثيك سكين جرافت اللي انتم بتسموها تيرش جرافت على المصل، هتبقى نتيجه مقبوله جدا جدا زي ما انتم شايفين. ليتر اون بقى ليتر اون بتشيل لما الدنيا تهيل خالص تبقى زي المنظر اللي انتم شايفينه
في الاثنين مصورين بباك جراوند زرقاء. You go and remove the external fixator and put internal fixation بعد ما يبقى خطر الانفكشن والكونتامينيشن اختفى. This again another uniplanar fixator. بقى عندنا الليزروف وعندنا حاجة اسمها circular fixator. إنما أنت في الآخر بتتداول مع بتاع العظم اللي معاك عشان يستخدم فيكسيتور لا يعوق شغلك. حتى لو ما فيش حد بتاع عظم محترم بيرضى باليوني بلانر فيكسيتور إلا غصب، لأن اليوني بلانر يعني السقالة الرود المعدن فردة واحدة ناحية واحدة، ده ما بيحكمش الفراجمنتس قوي، محتاج كونترالاتر وان عشان يحكم الناحيتين. بس لو عملنا لزروف اللي هو السيركلر فيكسيتور أو عملنا باي بلانر يعني سألة ميديال وسألة لاترال، أنت مش هتعرف لا تشتغل ولا هتعرف تنسبكت الوند بعد العملية بيوم ولا يومين ولا ثلاثة، ولا لو خدت العملية الثانية عشان تبص عليه هيبقى السألات ميديال ولاترال بتعوق حركتك جدا. يبقى تتداول مع بتاع العظم وتترجاه وحيرضى إن شاء الله أنها تبقى يوني بلانر فيكسيتور، مش ضروري يبقى سيركلر ولا باي بلانر. السيركلر and the باي بلانر are the ideals. احنا قلنا ده كله. انا عجبني بس العنوان اللي انا كاتبه ده اسمه personality of the injury، مش personality بس بتاعت البيشنت، personality of the injury itself. كل injury ليها personality، يعني الانجري اللي neglected غير الانجري الفريش، الانجري in a dominant hand arm غير in a less dominant arm. كل انجري مش توأم الانجري الثانيه، ما فيش انجري اخت الثانيه. حسب البيرسوناليتي اوف ذا انجري، مش البيرسوناليتي اوف ذا بيشنت، يو نيد تو ريتش ا ديسيجن. لما نفتفت الكلام ده هنقول جزء من البيرسوناليتي اوف ذا انجري انها في عيان شكله ايه، العيان شكله ايه، له حاجات تخص العيان، سنه قد ايه. قلنا قبل كده قبل سن ال40 بنبقى متحمسين أكتر لconservative treatment، بعد الخمسين الستين I'm afraid النتائج ما تبقاش جيدة أبدا. هو كان diabetic أو obese ولا لا، multi-system injuries، الactivity بتاعت العيان، الpattern بتاع حياته، هو الwork or recreational activities بتاعته قد إيه demanding، ال desired and the realistic expectations of the patient and the family and المنظومة اللي أنت بتشتغل فيها، pre-existing psychosocial problems which are common in such group of human beings. كلنا عرضة لهذا. قلنا الكلام ده قبل كده، أنا آسف إن احنا بنعيده. So to conclude, among the limb belongs to a patient. Think داخل context, few indications of immediate amputation. There is sometime definitely to consultant assess the patient factors, give other consultants معاك. Limb salvage and amputation have similar long-term outcomes. ودي كلمة، دي جملة ذكية وعميقة وغالية. Limb salvage لي long-term outcomes، قد تكون happy أو non-acceptable. تقول لي يعني طب أنا رجله عادت على خير، بس تقيلة وparalyzed وعبء عليه، هذه long-term outcomes. والامبتيشن برضو الراجل اللي قطعت له رجله او قطعت له دراعه ليها لونج تيرم اوتكمز مهما تغزلنا في جمال البروستيسيس. لونج تيرم ديسابيلتيز ار كومن ريجاردلس بقى انت حافظت على الليم ولا عملت امبتيشن. ثانك يو فور يور بيشنس، على صبركم عليا، ولو في اي اسئله دكتوره زهره انا تحت الامر. شكرا لحضرتك يا دكتور صفوت، الحقيقه محاضره جميلة، واليعني والخبرة اللي حوالين المحاضرة كمان يعني خبرة غزيرة. يا جماعة اللي عنده سؤال يتفضل، أو يعني يرفع إيده أو يكتبه. مين في حد رفع إيده؟ مش باين قدامي. طيب اللي عايز سؤال يفتح المايك وتفضل على طول. السلام عليكم. اتفضل دكتور. أنا بشكر حضرتك على المحاضرة القيمة ديت. كان عندي بس سؤال صغير بالنسبة للإلكتريك إنجري، هل لي برنسل معينة الإلكتريك إنجري؟ ده سؤال جميل جدا يا أبو رحمن.
تفضلي فين؟ شغل فين يا دكتور عبد الرحمن؟ مرسى مطروح يا فندم. انت عبد الرحمن بتاع مرسى مطروح؟ ايوه بالظبط يا فندم. وانت لسه في مرسى مطروح؟ انا عايش هنا، مستقر هنا في البلد يعني. مطر يا عبد الرحمن؟ انا النهارده وامبارح في تراب ولا ما فيش؟ لا الحمد لله الجو اتحسن، كان يومين بس والدنيا اتحسنت خالص بفضل الله يعني. طيب الالكتريك انجريز لازم بوضوح من الاول نقول نفرق ما بين اللو فولتج والهاي فولتج، عامله زي الفاير ارم انجريز بنفرق ما بين لو فيلوسيتي بولت وهاي فيلوسيتي بولت. اللو انرجي المتاسف اللو فولتج الكتريك انجري، الكهرباء مختلفة عن الرصاص، الرصاص ممكن يدخل ويمشي جوه الجسد ويعمل أذيته وما يعرفش يخرج، ممكن تلاقي انلت وتراك وما تلاقيش اكزت لأن الرصاصة مدفونة جوه، إنها ممكن تلاقي اكزت وما بينهم يسموه تراك. في الكهرباء ما دام الكهرباء دخلت الجسم لازم تخرج، هتخرج. وبالتالي في الالكتريك انجريز whether low voltage أو high voltage عندنا انلت واكزت ما بينهما نسموش تراك بقى، نسميه قوس ارك. لو لو فولتج يعني 220 فولت ده الدوميستيك، صادف ان الانلت والارك والاكزت افكتد اماكن غير مهمه، البني ادم هيتكهرب ويترعش ويترمي في الارض وهتعدي على خير. انما لو الارك عدى على الفنتريكل او عدى على الاس اي نود وانيشيتد فنتريكل فايبريليشن كود كيل باي فنتريكل فايبريليشن، لانه من بخته عدى هذا الارك على الهارت. ولهذا احنا في الـ في الـ في الانرجيز دي لو حسينا انه عدى على الهارت احنا زي عينين انفاركشن بنطلب لهم تريبونين وكاردياك انزيمز وبندخلهم المستشفى اوفر نايت، لانه ممكن يبقى فيه مايوكارديال انجري even في low voltage. لو شفت الـ inlet and exit ممكن يسمحوا ان الارك يعدي على الهارت. الـ high energy injury بنشوفها domestic كتير، انه في ناس ممكن تبني تحت كابلات نقل كهرباء فولت عالي وهو بيحط الاسياخ الحديد المسلح في العمدان اللي بيرفع بيها الادوار، ممكن عن غير قصد وهو بيعدل السيخ يلمس الكابل يجي له هاي فولتج انجري. بعيد عنكم جميعا شباب او صناعيه مش ويل تريند او اطفال بيلعبوا جنب لوحه توزيع اللي هي بتنقل الهاي فولتج لللو فولتج تمهيدا لتوزيعها على البيوت. الهاي فولتج انا اسف قبل ما اخش في الهاي فولتج عايز اقول انه لازم الكهرباء تطلع، انها بتطلع المدخل عرفناه من السلك العريان، هتطلع يا اما من مويست اريا ان شاء الله عرقان تحت الابط بقى ده الاكزيت الكهرباء تطلع منه، او لابس ساعه ميتال او اي تلامس لمويستشر بركه ميه ده الاكزيت، وتحسب بقى انت الانلت والاكزيت والارك اللي بينه. نرجع بقى للهاي فولتج انجري، زي الهاي هاي فيلوسيتي انجري الانلت والاكزت والارك اللي بينهم حوالينهم زون غير مرئي كبير من الدف. ايفن لما تاخد العيان لاوضه العمليات وتبنجه وتحاول تدبرايد الانلت والاكزت بتاع الكهرباء والبيرن بتاعهم، لو فتحت المصل هتلاقيها نان كونتراكتايل، وهتلاقي within hours بقى في مايوجلوبينوريا البولي غماء جدا، في من المايوجلوبين اللي عمال يكب من العضلات اللي دايد، مع ان العضلات ما تشوفها بعينيك اللي هي دايد من الهاي انرجي انجري، ودي مش محتاج ان الكهرباء تعدي فيها، لا دي في الزون اللي حوالين الارك عامله زي الديكورتيكيشن ويف بتاعت الهاي فيلوسيتي بوليت انجري. البريشر والنيجاتيف بريشر بعد المرصاصه تجري بتموت الانسجه داير داير في المنطقه المحيطه بالتراك. بعيد عنكم دول بقى اللي بيعوز يروحوا العمليات مره واثنين وثلاثه، واي عضلات شكلها نون كونتراكتايل اور ديد حتى
حتى لو لونها مبهج، حتى لو لونها فاتح وظريف، لو شكلها dead تمسكها بالtooth force it does not contract، ولما عندك diathermia اللي لمسته بيها it does not contract you need to excise it piecemeal. ما انتش بتعمل soft sarcoma، ما تشيلش compartment كلها، شيل حته حته لغايه ما تصل الى living muscle. الهاي انرجي انجري ابتلاء كبير جدا واذاها اكبر بكتير جدا من low voltage electric belt. شكرا يا دكتور، وربنا ما يحرمناش من علمك ابدا يا رب. شكرا لذوقك ووقتك يا فندم. اتفضل اتفضل يا زهر. شكرا يا دكتور صفوت، هي معلومه جديده عليا. الاستاذ الدكتور محمد باطا، اتفضل. انا طبعا بنتهز الفرصه واشكر الدكتور محمد باطا على يعني هو عمل زايده لاخويا من حوالي 10 ايام، وتسلم ايدك يا باشا. يعني هو دلوقتي زي الفل. شكرا للدكتور محمد، ربنا يكرمه. اتفضل يا محمد. دكتور محمد، دكتور باطا، مش عارفة هو تقريبا مش عارف يفتح المايك أو اتفضل. اتفضل يا دكتور، أنا مش عارفة المشكلة. وغالبا بعد عمل ازاي ده لابنك قرر ما ي... لا لأخويا أخوكي قرر يعني ما يكلمش غالبا. هو رافع إيده بس مش عارف، والمايك مفتوح بس مش عارفة إيه المشكلة. هو بيقول صوتي مش واصل. صوتك انت؟ صوته هو. طيب حضرتك اكتب، واضح ان المايك فيه مشكلة. دكتور باطا هو رئيس قسم الجراحة في مستشفى مصر للطيران. اهلا وسهلا. هو حضرتك لو تديني نمرته وانا اطلبه واعرف من السؤال من محمول انا و بيتهيألي حضرتك ممكن حتى لو تكتب على الشات. شات بوكس او على. طيب الدكتور مين؟ دكتور مدحت اظن كان رافع ايده برضو لحد ما دكتور بطا يعني يعرف يوصل لنا. اتفضل يا دكتور مدحت. دكتور مدحت هو تقريبا مشكلة النهاردة في النت وحش عندنا الميكروفونات. انا حقيقة طيب انا مش عارفة بقى الأسئلة. طيب نستنى 5 دقايق كمان كده. هو احنا الحقيقة إجابة وافية يا دكتور. هو هي محاضرة تقيلة ودمها تقيلة انا عارف، واحنا ممكن جدا نبتدع تقليد جديد لو الناس عندها صبر يعني او رغبه في هذا، ان احنا قبل اي محاضره جديده نفتح باب الانتر اكشن لاي بواقي اسئله في المحاضره السابقه قبل ما نبدا المحاضره الجديده اللي هي ان شاء الله بعد اسبوعين. ممكن نستنى هذه السنه اذا كانت والمحاضره حضرة ما فيش مشكلة ان ما لقوش يكتبوه او ما جاش على بالهم او اي حاجة. على جروب الواتساب حضرتك موجود. طبعا وانا برسبوند يا جماعة، انا بحترم الجروب دي جدا وبرسبوند لو في اسئلة، يا اما هرسبوند كتابة يا اما لو نمرت الزميل واضحة هطلبه انا شخصيا وبيرسونال كول وندردش مع بعض. هو الاحسن حضرتك ترد على الجروب عشان الناس تستفيد يعني. لو رد مقتضب بس لو قصة مطولة هحاول يا زهرة إن شاء الله. زهرة هحاول إن شاء الله. فويس يا دكتور. فويس ولا كويس؟ تسجيل صوتي بقول يعني حبيتك ترد في تسجيل صوتي يعني فويس على الواتساب. هو السؤال الأولاني دكتور باطا، كراش سندروم أسوشياتينج لمب تروما. كارثة طبعا، كارثة من كوارث، ويعني التعامل معها يجب أن يتم good debridement. يعني ما دام المسلز dead بجد we need to get rid of them. العيان بيحتاج challenging intravenous fluid therapy لأنه ال bed of the limb بيبقى vasodilated وليه negative impact عنيف على الكيدني، وبيدخل الكيدني مش بس في مايو جلوبينوريا
اكيوت كورتيكال دامج للكدني، لا بيدخل الكدني في اوليجوريا وامور اخرى، فيو نيد تو بوت ذا بيشنت اون دايوريتيك سايد. بس الكي انك انت تدبرايت بذمه اول مره، وانه لو البول قليل واغماء بليز تيك ذا بيشنت اجين تو ثيتر ثاني يوم، هتفاجئ ان في انسجه انت كنت فاكرها الايف لونها اتغير وبتقول لك شلني انا ديد. انما هي من الحاجات اللي حضرتك مشكورا لمحت ليها، اللي هي كانت بتدي فيري هاي مورتاليتي اللي احنا ذكرناها ايام الحروب، اللي كان تلتين الكومبلكس ليم انجريز بيموتوا بسببها، بسبب الكراش سيندروم. تمام. question 2 هو لسه بيكتب question 2. What about severe burns other than electrical burn؟ ده الدكتور مدحت. يعني دي احنا ممكن ندي محاضره كامله على البيرنز بشكل فيما يخص الجراحين العموميين. يس yes. يعني دي عايزه محاضره، مش هنقدر نقولها كده في مسك الختام، لا يعني هنظلمها. تمام اوكي انا مع حضرتك. تمام دكتور مدحت بتقولي عايز يقول حاجه؟ هو يعني ده سؤال الدكتور مدحت. عينيا. بص يا دكتور مدحت، اذا بقيت الزملاء ارتقوا انه ندخل يوم او محاضره على بيرنز فور ذا جنرال سيرجن بدون ما ندخل في تفاصيل بلاستيك سيرجري كده، انا ما عنديش مانع ان ندخلها في الليسته اللي احنا كنا وريناها للدكتور طاهر. تمام. طيب دكتور باطا بيقول what priority if vascular and orthopedic injuries together. أظن حضرتك جاوبت على السؤال في أول المحاضرة. مستعد أقولها تاني، مستعد أقولها تاني. لو الكسر in place وstable، priority is for the vascular surgeon to finish his job. وبعد كده سلمه لبتاع العظم والعام تبنج يكمل شغله، وتقول له بص الأنسموز هو الأرتر هو ما تجيش ناحيته ما تعوروش. إنما إذا كان الفراكشر comminuted overriding each other، ما ينفعش تعمل vascular anastomosis، لأنك once بتاع العظم دخل وفرد ورجع العظام هي disrupt the anastomosis. طب نعمل إيه بقى؟ لو بتاع العظم قال لك أنا هحط external fixator في 5 دقايق، حط بولدوجز على مكان الarterial injury proximal وdistal، وسيبه reduce the fracture under anesthesia ويحط الفيكسيتورز بتاعته في 5 دقايق 10 دقايق، then go ahead and do your vascular surgery job. إذا كان شغلته هتاخد وقت طويل جدا، ما زال بتاع العظم هو له الأولوية في ال comminuted and overriding fractures، يبقى حضرتك هتحط temporary shunt، temporary teflon shunt بتوصل الدم proximal للdistal بدون anastomosis لغاية ما هو يخلص، then you remove the shunt and do the anastomosis. تمام. وانا عندي سؤال بس خايف اساله. اتفضل. هو هطرحه بس مش هجاوب عليه دلوقتي. هو العينين دول نديهم انتي كواجولانتس ولا لا؟ العيان اللي عنده كومبلكس ليم انجري وعنده فاسكولار انجري وهو خارج من اوضه العمليات او اثناء العمليه، اديله انتي كواجولانتس ولا لا؟ ولو هديله اديله بوست اوبرتيف ولا لا؟ هو سؤال ما يجاوبش في دقيقتين. نجاوبه في افتتاحيه المحاضره الجايه بعد اسبوعين. The use of anticoagulant therapy in vascular injuries. اوكي يعني ده كويس قوي. دكتور هشام المره اللي فاتت في الاي في سي انجري قال ان احنا بنضيق الريبير شويه علشان نخليها هاي فلو ومش بندي زهراء انت سامعاني؟ لا الكيفال انجري والفينس انجريز ليهم حسبه مختلفه خالص عن الارتيريال انجريز. تمام. يعني خلينا ناجل الاجابه على هذه المره الجايه. لا الجايد لاينز اللي قالهم الاستاذ دكتور هشام مصطفى فيما يخص الكيفال انجري وان احنا بنضيق الاسموزس عشان نسرع الفلو زي ما نجيب خرطوم الجنينه كده ونتك عليه بصبعنا يوم نضيقه ويقوم المايه ترمي بعيد وتبقى زي الجت، دي حسابات تخص الكيفا والبينز.
لان عدونا في في الفينس انجريز از ثرومبوزس، لان الفلو بطيء وكده. انما انا بتكلم على ارتيريال انجري ان كومبلكس ليب انجري. تمام. ندي انتيكوجلانس ولا لا قبل ما يروح العمليات، ولا اثناء العمليات، ولا بعد العمليات؟ هي ليها جايد لاينز، بس انا حابب ما اقولهمش المره دي. فكريني بيهم يا دكتوره زهراء. حاضر. يا ريت الزملاء يريفايزت مع بعض بحيث قصه تبقى ديالوج ما تبقاش مونولوج المره الجايه. اوكي. طيب دكتور احمد بيقول I want to ask about an the indication of amputation. Sometimes limb is vascularized, no fractures, but the patient is not cooperative with a small area of exposed bone. Just long term lying in bed, the patient enters a circle of muscle wasting. The patient and his family wants to preserve the limb, but what I see is non-functioning. Can I amputate before he develops the complications of a bedridden patient? يعني هو سؤال. الإجابة لا. خلاص. N O. طيب يعني هو خلينا نبقى صراحة. 40 غلط ما يخلوش الغلط رقم 41 صح. تمام. يعني إذا كنا شغالين في باد سيت اب وعيان اترمى في سرير وبقى ويستد وأسرة عندها هاي اكسبكتيشنز وتيم علاجي فيد اب والعيان فلوسه خلصت، ده ما يخليش يعني ده ما يوصلنيش ان الغلط يبقى صح. إنما يعني to make a long story short، الإجابة على سؤاله لا، this does not justify amputation، وإلا هن amputate ربع الشعب المصري. ما صح مع حضرتك. من غير complex limb injuries. طيب في دكتور محمد مش عارفة محمد يعني رافع ايده هو، اتفضل يا دكتور. يعني السلام عليكم. ازيك يا دكتور صفوت؟ شكرا لحضرتك على المحاضره الطيبه ديت، شكرا لحضرتك جدا. بقول لحضرتك يا دكتور انا من دمياط فندم، من دمياط. اهلا وسهلا. يعني سامح حضرتك، بقول لحضرتك فندم في دمياط دلوقتي شويه الصبح كان بتمطر يا فندم. كان الصبح بتمطر عندنا. شكرا. بقول لحضرتك ايه اللي انت واقف جنبه ده يا محمد؟ ده بنوتي. لا والله العظيم لا دي حاجه صوره يا فندم، ده كان في فندق كده. اتفضل يا فندم. عارف صوره ايه ولا لا؟ ما اعرفش يا فندم والله. طب مش مشكله، قول يا محمد سؤالك ايه. بقول لحضرتك يا فندم، لو انا عندي اللي هو السكور المانجلد اكستريميتي سيفيرت سكور اكتر من 7، ده مانداتوري وماست ان انا اعمل امبيوتيشن ولا لا؟ لا السكور السيستم المالتيبل تروما انجري استرشادي مفهوش ماست، استرشادي. تمام. يعني انا ممكن افايت لو العيان عندي مثلا السكور 9، ممكن افايت احيانا لو العيان شايفه انه ممكن ياخد بس لو بقى 12 14 هتفايت ايه؟ يعني طالما غدرت 7 ل 8 و 8 ل 9 يعني انت رايح مغمق. انما العكس صحيح، لو تحت 7 بليز بي بيشنت اند كونسرفاتيف، انما بعد 7 خليك قلوق. وصلنا ل 10 وده في عينين سكور بتاعهم 12، يو هاف تو امبيتيت. تمام يا فندم. طب اقول لحضرتك يا فندم، كان في عندنا عيان وعملنا له تمبرري شنط، والتمبرري شنط ديت استمرت معانا لمده 5 ايام. ليه؟ العيان كان فصيله الدم بتاعته كان A سالب تقريبا، وكان الشادرين رايق بالظبط، وكان العيان جنرال مش كويس جدا. فكل ما نيجي ندخله التخدير يقول لك انا اعمل له امبيتيشن افضل من انا يموت مني في التخدير. ففضلنا معاه لحد ما وفرنا بلط، والشنط فضلت معانا من يوم السبت ليوم الاربعاء، وفعلا عملنا بعد كده ديفينيتيف ريبير وعملنا انتربوزيشنال كرافت. ما جالوش سكند ريموليت محمد؟ لا يا فندم خالص. بس عارف بقى ده ايه؟ ده ستر ربنا وفضل ربنا ودعاء الوالدين. بس هل الليمب دي استمرت؟ ما زالت لحد دلوقتي محطوطه على فاكيوم، والدنيا معقوله. باك عشان رو اريا مش عشان الاوتيريال ريبير. ايوه تمام يا فندم. ايوه تمام.
لا يعني بص بص يا بيه، انا اتفضل يا هستأذن عز هقفل وجل. المايك لانه في من نويز جامدة جدا من عند حضرتك. اتفضل يا دكتور. حضرتك، انا شخصيا طبعا متعاطف جدا ان الفصيله مش موجوده، بس انا عندي شويه تحفظ انه احنا نقعد 4 ايام مش عارفين نجيب الفصيله. نجند الاسره ونجنن الاسره ونجنن اداره المستشفى ونجيب دونرز من الاسره يدونيت نفس بلاد، انما يعني عيان يقعد 4 ايام عشان مش لاقيين له فصيله. يعني الحقيقه مش عاجبني الجمله دي. نمره اتنين، هو العيان اذا كان جزء كبير من الشغل تم باستثناء الارتير ريبير، ومين قال الارتير ريبير هيبقى مصحوب بالسيريس بلاد لوس ومحتاج نقل دم؟ الا لو بتاع البنج مقيمك، بس النبي ما تزعل مني يا محمد، بلاش مقيمك انت، مقيم جراح تاني، ان هو ايده تقيله وهيمرمط العيان وهينزف منه، يا اما دكتور تخدير ولا يعاذ بالله مش عايز يبنج العيان فبيختلق اعذار لانه حاسس انك هتطول في البروسيدير وهو مش فاضي بقى يبنج عيان مجاني او واخد فيه 3 تعريفه ويرشق 6 ساعات، فبيقول لك لا 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 هات لي 4 اكياس دم، هو عارف انه مش هيجوا. انا مش شايف جود ساينتفك جراوندز لكل العطلات اللي انت ذكرتها. انا غير مقتنع ان في مكان في مصر لو توفرت الاراده انك مش عارف تجيب دم 4 ايام. ده انت يا اخي لو مفلس وفي سيوه، في واحد سيوه، حط العيان في عربيه ووديه مستشفى كبير، وديه مستشفى جامعي، يعني مش ضروري الجبل يجي لمحمد، محمد يروح للجبل، انقل العيان. انما انت قعده 4 ايام بشنط، يس ماشي، طب ما نسيبها له العمر كله. طب احنا دخلنا الريبير ليه بقى 4 5 ايام؟ ترك الشانس دايز اند دايز شيء غير مرحب بيه قوي. اتس ا تمبرري شانت، هو ربنا ستر. طبعا انت كنت حاطه على انتي كوجولانس، تقفل الميكروفون، انما يعني انا اعتبر انك فتحته وقلت انما ستيل يعني في مثل انجليزي بقى ايه عكس اللي انا بقوله، بيقول لك يو دونت ارجو وذ سكسس، هو ربنا سترها والعيان سرفايفد، بقى يا دوبك رو اريا مركب لها باك. بس دي ما تبقاش سنة، اوعى تمارسها على انها سنة، ان العيان اللي دمه فصلته صعبة نعاده 4 ايام بشنط حتى من غير اتير انجري. نعاده 4 ايام ليه؟ يعني مين قال ان انا مش عارف اجيب الدم؟ وده الكتيف بروسيدير، هو عيان داخل يعمل هيرويك ويبل او اوبن هارت، وممكن اجله اسبوع لغايه ما يجيبوا له الفصيله النادره. يعني وإذا أنت عجزت عبي العيان في عربية إسعاف ولا حتى عربية مريحة ويقعد على الكنبة اللي ورا، وديه في مكان فيه بنك دم أو فيه مسؤولية أحسن من دي. إنما أنت عملت حاجة، وأحسب الله إن ربنا كافأكوا على النية الجيدة. أنا مش مرتاح قوي لقرار التأجيل 4 أيام، ومش مرتاح قوي إنه مش هنبنجه غير لما تجيبوا لي كاس دم، ومش تبقى مش مرتاح قوي لجزء من قرارات كثير من دكاترة التخدير اللي بيشتغلوا معانا. انما مبروك ان العام ماتشي، ربنا يجازيكم خير، انما ما تستناهاش سنه. تمام. انا اتسمعت يا زهراء؟ انا سامع حضرتك. محمد سامعني ولا ما تعرفش؟ الاسئله تقريبا خلصت. خلاص. هو معانا. لا سامع حضرتك يا فندم، شكرا لحضرتك، سامع حضرتك كويس. تمام، ثانك يو فيري ماتش، شكرا. ان شاء الله نشوفكم بعد اسبوعين، وانا ارجوكم، احنا مؤتمر جمعيه الجراحين المصريه، انا نائب رئيس الجمعيه، ارجو منكم ان كنتوا المؤتمر هيبقى 4 5 جمعه 7 8 9 ابريل. خلاص احنا نلغي. لا انا ما بتكلمش على الالغاء دلوقتي خالص، ثانيه واحده بس، انا ما بتكلمش على الالغاء دلوقتي خالص، انا بتكلم على انه كل جراحين مصر ار انفايتد، لانه احنا عاملينه هايبريد. يعني ايه هايبريد؟ في جزء بسيط من الناس هتقدر تحضر في ظل مخاوف كورونا، وكل السيشنز هتبقى على زوم. فيفيد فيفيد على زوم ولايف. وانا ممكن ابعت لكم حتى البرنامج على الواتساب جروب،
وأدعو الجميع إن هم يحضروا أربع وخميس وجمعة. الحضور scientific sessions جسديا وكان facilitated، إنما الإقامات أو to be frank يعني الغداء والحاجات دي الشركات محدودة جدا، وإنما الحضور العلمي إحنا نقدر نفاسيليتيت إذا كان الناس هتيجي بنفسها، واللي مش هيقدر يجي أرجوكوا ادخلوا على الويب سايت بتاع الجمعية واحضروا أربع خميس جمعة، وهبعت البروجرام إن شاء الله على الواتساب جروب للناس تتصفح. وبرضو البروجرام ده مؤقت يعني مؤقت ممكن يبقى فيه شوية تعديلات. هو للأسف جلسة التروما هتبقى يوم الجمعة 9 اللي هو معادي في محاضرة التروما، وهتبقى بعد صلاة الجمعة يعني هتبقى من الساعة 1 لـ 2:15. خلاص يبقى احنا يعني نعتبر الجلسة احنا الجلسة. ممكن بصي يا زهراء، احنا ممكن من باب ان انا بحبكم ممكن بدل ما انا بدي دلوقتي تاني جمعة وآخر جمعة يعني في الشهر، ممكن نبدل مع الزميل اللي هيدي الجمعة الجاية. هي الفكرة بس إنه طيب اليوم الجمعة بتاعة المؤتمر هيبقى نص الناس مشتتين بيتفرجوا على المؤتمر والنص التاني بيتفرج على المحاضرة. فهمت. يبقى نلغي يعني بصوا نتشاور مع بعض وشوري الدكتور طاهر. طبعا انا اظن هيبقى هو جرت العاده انه لما بيكون في مؤتمر او ايفنت كبير. ايوه مظبوط من فتره بنلغي علشان ما حدش يبقى مشتت ما بين انه يتفرج هنا ويتفرج هنا، يبقى برضو يعني ندي كل حاجه حقها. تمام. يبقى احنا بنقول بعد 12 يوم يوم الاربعاء 7 ابريل، الخميس 8 ابريل، الجمعه 9 ابريل، دي فعاليات مؤتمر جمعيه الجراحيه المصريه. واحنا يعني بشجاعه كده قلنا هنعمله هايبريد، يعني هيبقى في جلسات فيها ناس بتتكلم وفيها بعض الحضور جايين جسديا، وهي على الزوم، وان شاء الله تعدي على خير لانه انا كنت متحمس لده جدا. في بعض الناس طبعا هاجس الكورونا عندهم حق فيه، بس ان شاء الله تعدي على خير. ارجو الجميع يأتند يا فيرتشوال على الزوم او حضوريا أربع خميس جمعة. ده الإيفنت السنوي بتاع الجمعية. تمام. يعني شكرا طبعا على الدعوة الكريمة من حضرتك ومجهود مشكور، وربنا يوفق الجميع وإن شاء الله مؤتمر ناجح يعني زي كل سنة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا كده خلصنا. المحاضرة موجودة على اليوتيوب اللي عايز يراجعها من الأول، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بقى هنوفيكم معنا بإذن الله. شكرا لكم وشكرا للدكتور صفوت، ونلقاكم. انا المتشكر يا زهره، وسلامنا للدكتور طاهر طبعا. الله يخليك. شكرا جدا، بارك فيك.